اشتهر بدور معزن الجرابار في مسلسل فصول الأربعة، وينتمي لعائلة فنية أصولها فلسطينية ولم يتزوج حتى الآن، واتهم مؤخرا بالسرقة أبرز محطات في حياة الفنان رامي حنا. رامي حنا هو فنان ومخرج سوري من أصول فلسطينية وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، توفي عام 1997. رامي حنا هو فنان ومخرج سوري من أصول فلسطينية وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، توفي عام 1997. رامي حنا والبالغ من العمر 46 عاما وينتمي لبرج العقرب، ولد في تاريخ 6 نوفمبر عام 1974 في العاصمة السورية دمشق. وتعود أصول عائلة الفنان السوري رامي حنا إلى قرية الرامة التابعة لقضاء عكا في فلسطين، فقد ولد هناك وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي، ومن ثم حصلت نكبة العام 1948 ليهاجروا إلى دمشق في سوريا، وهناك تابع والده تعليمه والتحق بجامعة دمشق كلية الآداب قسم اللغة العربية، كما وتابع دراسته في قسم اللغة الإنجليزية وحصل منها على إجازة في الأدب الإنجليزي. ووالده هو شاعر معروف من أعماله ديوان الأرض والوطن. كما ينتمي رامي حنا إلى عائلة فنية واسعة، فأبناء المصري هو الفنان الراحل يوسف حنا أحد رواد المسرح القومي في سوريا، كذلك الكاتبة والمخرجة أمل حنا. شقيقتي الكاتبة ريم حنا والتي بدأت حياتها كممثلة ومن ثم قدمت برنامجا للسينما كمذيعة، تفرغ الكتاب بعد ذلك وأصبحت واحدة من الكاتبات المتميزات في تاريخ الدراما السورية، وكان أول أعمالها مسلسل أحلام مؤجلة في العام 1992، ومن ثم ألفت العديد من المسلسلات آخرها مسلسل الكاتب في 2019 ومسلسل دي أم إيه في العام 2020. وزوجة شقيقه الأكبر مروان حنا هي الفنانة القديرة فاتن شاهين. والبداية الفنية لرامي حنا كانت من خلال عدد من المسرحيات التي شارك فيها أثناء دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأبرزها مسرحية سفر برلك في العام 1994. وفي عام التخرج شارك حنا في أولى مسلسلاته الموت القادم من الشرق في العام 1997، لكن شهرته كممثل بدأت من مسلسل فصول الأربعة في العام 1999 بدور مازن الجرابار. أما بدايته كمخرج كانت من خلال إخراج عدد من السهرات التلفزيونية في أوائل الألفية الثالثة، بالإضافة إلى الفيلم القصير زيارة خاطفة في العام 2006. وأول مسلسل تلفزيوني أخرجه حنا كان مسلسل عنتر في العام 2007، وآخرها مسلسل تانجو في العام 2008 والكاتب في العام 2019. ويعتبر الفنان رامي حنا من أوائل مخرجين الدراما العربية المشتركة والتي أصبحت لوناً درامياً مطلوباً بشدة في السنوات الأخيرة، ففي العام 2012 أخرج مسلسل روبي بطولة الفنانة سلمى عبد النور وماكسيم خليل وأمير كرامة. وشارك الفنان رامي حنا كممثل في عدد من الأفلام السينمائية، منها فيلم شغف وتحت السقف في 2005، وفيلم التجلي الأخير لغليان الدمشقي والعشاق في العام 2008، وفيلم دخان بلا نار في العام 2009. ولحنا أيضا عدة مشاركات مسرحية، منها مسرحية عزيزي مرت المسكين، ومسرحية منمنمات تاريخية، ومسرحية هاملت.
لا يعرف الكثير عن حياة الفنان والمخرج رامي حنا الشخصية، لكنه غير متزوج حتى الآن وغير نشط على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع بداية الأزمة في سوريا قرر حنا الخروج منها والإقامة خارجها وتحديدا في لبنان. وقيل في العام 2019 أن رامي حنا يقيم في العاصمة الفرنسية باريس، فقد اعتذر عن إخراج مسلسل عهد الدم للفنان باسل خياط لانشغاله ببعض الأمور الشخصية والعائلية في مدينة باريس، وأيضا بسبب بعض الأوراق القانونية الخاصة بإقامته هناك مما حال دون السماح له بالمجيء إلى لبنان والبدء بالتصوير. الفنان رامي حنا فقد والديه الشاعر الفلسطيني نقلة حنا في العام 1999، وفقد والدته السيدة نادية الحداد في العام 2019. وفي نفس العام واجه رامي حنا اتهاما بأنه سرق مسلسل الكاتب، على الرغم من أنه المخرج، بينما المؤلفة هي شقيقته ريم حنا. واتهام حنا بالسرقة جاء من قبل الكاتب خلدون قتلان، والذي ادعى أن مسلسل الكاتب مسروق من نص مسلسل خاص به يحمل اسم الخونة كان قد أنجزه في العام 2013. وقال أن النص اشتراه المنتج إياد نجار وعزف عن إنتاجه، وكان قد عرضه على عدة مخرجين من بينهم المخرج رامي حنا والذي قرأه كاملا، ومن ثم أوحى الفكرة لشقيقته، لكن حنا التزم بالصمت اتجاه هذه الاتهامات ولم يرد عليها. وفي سجل الفنان رامي حنا كممثل أكثر من 50 عملاً تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وكمخرج فقد أخرج أكثر من 10 أعمال متنوعة أيضاً. وهو أيضاً صاحب تجربة واحدة في التأليف من خلال مسلسل غداً نلتقي، والذي قام بإخراجه أيضاً.